زي ما في اهتمام بالاكتشافات الأثرية اللي بتخرج من باطن الأرض، في كمان اهتمام بالكشف عن أسرار العديد من القطع اللي بالمناسبة بتعيد كتابة أجزاء جديدة من التاريخ. هذه القطع سواء كانت موجودة في المخازن أو في المتاحف، وده من خلال التقنيات الحديثة وأيضا الأشعة المقطعية. صحيح يا شاذلي، يمكن فترة أخيرة تم الكشف عن مومياء الصبي الذهبي العجيبة، واللي كانت لغاية أسابيع مجهولة وموضوعة ببدروم المتحف المصري بالتحرير. بعدها تم الكشف عن تفاصيل جديدة تخص أسرار التحنيط. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتورة سحر سليم، أستاذة الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة. صباح الخير حضرتك، منورانا في صباح الخير. صباح الخير عليك. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. طيب لو في البداية نتكلم عن قصة مومياء الصبي الذهبي، قصتها إيه لو حضرتك تحكي للسادة المشاهدين؟ ده جزء من مشروع مع المتحف المصري بالتحرير لدراسة الآثار المخزونة في بدروم المتحف المصري، بقالها من عمر المتحف المصري بقالها أكتر من قرن، وبرغم من كده لم يتم الكشف عنها أو فحصها أو معرفة معلومات عنها. فكان بيتم اخترت مع مدراء المتحف المصري السابقين استاذ محمود الحلواجي واستاذ صباح عبد الرازق القطع في البدروم اللي محطوطه بس مغلقه بالكامل، لان هو ده الهدف اللي انا عايزه اعمله، اللي هو الكشف بالاشعه المقطعيه على ما بداخل هذه القطع المغلقه وبدون فتحها وبدون يعني ازاله اللفائف اللي بتبقى موجوده عليها ولا فتحه تابوت ولا اي حاجه. ومش بس يعني توابيت او مومياوات، لا كمان قطع تانية زي مثلا صناديق مغلقه عشان ما نفتحهاش بنشوفها بالاشعه المقطعيه اللي بداخلها، زي مثلا جرار مقفوله بنشوف اللي بداخلها ايه، ومن ضمنهم كان مومياء موضوعه في يعني تابوت خشبي عادي قوي ما فيهوش اي رسومات، لم يفتح من ساعه لما جه سنه 1916 من الحفائر. كانوا بيحطوا الحاجات في المتحف المصري عشان يخزنوها، فمن ساعه لما جه من 1916 لم يتم فحصه او حتى 1916 لم يتم فحصه ولا كشف عنه ولا اي حاجه. وده جزء من يعني عشرات الالوف من القطع الموجوده في بدروم المتحف المصري، واللي فيه دلوقتي نشاط كبير لدراسه ويعني وحصر هذه القطع. طيب ده عظيم جدا. دكتور احنا بنتكلم مع حضرتك اثريه دلوقتي، يعني ما شاء الله انت متداخله في الموضوع بشكل كبير جدا. فانا عايز بس اعرف حاجه، يعني قصته ايه بقى؟ قصه هذا الصبي ايه؟ القصه اللي مكتوبه في سجلات المتحف المصري قليله جدا، ان هو ده تم العثور عليه في جبانه في ادفو جنب اسوان في حته اسمها الحصايا، وديت المقبره ديت او الجبانه دي معروف انها جبانه بطلميه من عصر البطلمي، يعني 300 قبل الميلاد، يعني ده من 2300 عام. ما فيش معلومات اكثر من ذلك. جه في صندوق خشبي، وتفتح الصندوق الخشبي فتحناه بقى لاول مره لما نزلنا في البدروم المتحف المصري انا وساعتها مديره البدروم استاذه صباح عبد العزيز اللي بعد كده بقت مديره المتحف. فاول مره كان يتم فتح الغطاء الخشبي عنه، ولقينا ان في تابوت مذهب، رفعنا التابوت المذهب لقينا مومياء ملفوفه بالكامل وعليها قناع ذهبي جميل. فاخذنا المومياء لحديقه المتحف المصري عشان موجود الجهاز الاشعه المقطعيه في الحديقه، فيعني مجرد خطوتين، وده يعتبر حاجه مميزه جدا في يعني في انحاء العالم، ما فيش متحف عنده الجهاز الاشعه المقطعيه الخاص به غير المتحف المصري. فيعني دي حاجه عظيمه جدا ان احنا ما نضطرش ان احنا ننقله مثلا لمستشفى او كده. وتم الكشف عن ازاله اللفائف ولكن بشكل افتراضي، يعني بواسطه الاشعه المقطعيه ابتديت ازيل اللفائف واحده ورا الثانيه واشوف الترتيبات التمائم اللي ما بينهم، وبعد كده تكشف وجه يعني اللي بيحوي الشرنقه ديت، ولقيت ان هو في الكشف ان هو ولد
وعنده 14 عام، ظهر وجهه وظهر تحنيطه على عالي المستوى يشبه تحنيط المومياوات الملكية من ناحية المستوى. وفي يعني شفته بالوضع اللي تركه المحنط من 2300 عام، لأن هو لم يتم تخريبه ولم يتم فك لفائفه، فبالتالي طريقة وضعهم لمثلا التمائم موضوعين 49 تميمة في ثلاث صفوف بنفس وضعيتهم. فده فرصة نادرة جدا لمعرفة عملية التحنيط يعني بشكل يعني كما تركها المحنطون. مهمة جدا يا دكتور. هي يمكن التحنيط ما زال لغز يحير العالم حتى، لأنه كل ما يعني حد يعتقد أنه وصل لحل اللغز يكتشف أنه لا، لسه كمان شوية، لسه بدري، مجرد جزء من هذا اللغز. إيه الأسرار الجديدة اللي ممكن نكون توصلنا لها من خلال هذا الفحص ومن خلال هذا الجهاز؟ يعني حضرتك عندك حق، هو كون ان التحنيط لغز ده كان مقصود. يعني هو المصري القديم كتب بكل حاجه، حتى لما كان بينكت كان بيكتب، لما بيبيع وبيشتري حاجه بيكتبها، رغم كده ما كتبش حاجه عن التحنيط، وده كان مقصود ان هو يبقى الحيره اللي احنا فيها ديت هي مقصوده. واحنا بنحاول بالعلم ان احنا نعرف معلومات عن العمليه المعقدة جدا جدا اللي قدر فيها المصري القديم يحفظ الجسد ككبسولة زمنية. يعني زي ما تركها من آلاف السنين، زي ما عاشت تركها لنا، وده احنا حتى متحيرين فيه، لأن العلم الحديث حتى مع محاولات عمل تحنيط يماثل التحنيط المصري القديم لم نتمكن من ذلك. صحيح. فهو أسراره عديدة. المومياء الصبي الذهبي ديت كانت مميزه جدا، انها لم تمس من قبل، فكانت فرصه ان احنا نشوف المصري القديم عمل ايه، حط الترتيب التمائم ازاي، طريقه الحشوات، طريقه لف اللفائف عليه، لان لما كان بيتم ازاله اللفائف ما كانش بيكتبوا هو كانت ملفوفه ازاي. بس انا دلوقتي شايفه مثلا اللفائف معموله متقاطعه، يبقى دي عرفت ان هو حتى بيتلف ازاي، عرفت القناع الذهبي معمول ازاي، اللابس صندل علشان يقدر يقوم من القبر في العالم الاخر، محطوط له تميمه من الذهب في الفم كلسان كي يتحدث في العالم الاخر، محطوط له جعرانه قلب بداخل التجويف من الذهب، وديت اكبر يعني ده اللي بيحصل للملوك دايما تميم فعلا. وكمان يعني بزياده على كده بواسطه الاشعه المقطعيه ديت اعرف اعمل مجسم ثلاثي الابعاد، وبالفعل طبعته عشان امسك في ايدي التميمه، ودي فعلا ده مجسم للتميمه اللي هي موجوده في تجويف الصدري مع حضرتك دي للفتى. ده المجسم للطباعه ثلاثيه الابعاد، اللي فعلا التميمه اللي بداخل دي تجويف اكبر تميمه حضرتك قلتي، تميمه الجعران جعران القلب اللي هي بتحفظ القلب لعمليه البعث في العالم الاخر. كان حتى القلب لا يشهد القلب حتى لا يشهد عليه حتى العالم الاخر حتى حسب اعتقادهم، يعني بتسكت القلب عشان لا يشهد على الافعال، القلب المفروض هو حافظ كل شيء. فتخيلوا ان انا معايا تميمه كانت موجوده بداخل تجويف الصدر للمومياء مغطاه بالكامل، محطوطه في توابيت، ولكن العلم الحديث وبشكل امن جدا جدا قدرنا ان احنا نفحص ونعرف معلومات كثيره عن التحنيط. عظيم. دكتورة، استخدام هذه الأشعة المقطعية هل هو حديث؟ عمر استخدام الأشعة المقطعية في الآثار من بداية مولد الأشعة المقطعية نفسها في السبعينات، فسنة 1976 كان أول مرة يتم استخدام الأشعة المقطعية لعمل مخ لمومياء محفوظة في متحف في تورونتو في كندا. وبعد سنة 77 تم فحص بقى المومياء بالكامل لأول مرة، ومن وقتها بيتم استخدام الأشعة المقطعية في العديد من المومياوات والآثار، التماثيل
والصناديق المغلقه والجرار. نفس التمثال، نفس الاشعه اللي بتتعمل لنا عادي، هو نفس الجهاز، نفس الجهاز، هو نفس الجهاز. ولكن طبعا مع الدراسه، مع دراستي لاشعه الاثار، البروتوكول اللي انا بستخدمه للمثل المومياء بتكون مختلفه عن البروتوكول اللي بستخدمه للانسان العادي، لان مع اختلافات التيبس اللي حصل من التحنيط والمواد المستخدمه و يعني اختلاف كثافة العظام، كل الحاجات دي كلها بتخليني ان انا استخدم طريقة بروتوكول مختلف بس على نفس الجهاز اللي احنا بنستخدمه، الجهاز الطبي. طيب بعد الفحص يا دكتور ايه اللي هيحصل؟ يعني هيتم التصرف ازاي مع هذه الموميا؟ والله بالفعل تم، يعني تم الكشف بنشر علمي عن هذا البحث، في وده البحث ده كان مع بالاشتراك مع مدراء المتحف المصري السابقين استاذة صباح عبد الرازق واستاذ محمود الحلوجي. وبالفعل بعد معرفة المعلومات العظيمة وازاي القدماء المصريين كانوا بيهتموا بأطفالهم وكانوا عايزينهم معاهم في العالم الآخر، فكان لازم ان المومياء العظيمة الثرية ب 30 تميمة ذهبية وبقناع مذهب لازم كانت يتم عرضها للجمهور، وهو بالفعل موجوده معروضه الان في المتحف المصري في مدخل المتحف المصري، وبجانبها الـ يعني الليبل او الكتابه اللي هي والصور اللي بالاشعه المقطعيه اللي بداخلها، هي مقفوله كده ولكن الزائر عنده يعني وسيله رائعه لزياره ممتعه وتثقيفيه بمعرفه ما بداخل المومياء بشكل آمن. لكن ما كل هذا الطرف؟ يعني الحقيقة حاجة كده تدعو للتفكير، ده طفل حتى الآن مش عارفينه، بكل تأكيد بيعامل معاملة الملوك، مظبوط؟ هو يعني حضرتك بتتكلم في 30 قلادة والجعران ذهبي أكبر حجم للجعران وقناع مذهب وكل التفاصيل وموجود في ولسان ذهبي ولسان ذهبي وتابوتين موجود في واحد ذهبي والآخر اللي هو الخارجي خشبي، كل التفاصيل دي هي اللي كانت بتحصل للملوك. حتى احنا محتاجين مزيد من المعلومات حتى عشان هو معروض، الناس لما تروح تشوفه محتاجه معلومات عنه. هو بالفعل هو من العهد البطلمي، وفي العهد البطلمي كانت يعني العاصمه هي الاسكندريه، فيعتقد ان الثراء كان في الاسكندريه، ولكن احنا نشوف كميه هذا الثراء وفي التعامل 49 تميمه 30 منهم ذهب وقناع مذهب وفي إدفو في الجنوب وكمان في طفل، كل ده يعني محتاج ان العديد وطريقه تحنيطه كمان، ازاله الاحشاء وازاله المخ عن طريق الانف، كل الحاجات ده كان واستخدام الراتنجات اللي هي المواد الغاليه جدا اللي كان بيستوردها المصري من اماكن مختلفه، كل الحاجات دي كلها بتدل على عده حاجات لازم ندرسها بعد كده، على الثراء اللي موجود في جنوب مصر في وقت البطالمه، وقت ما كان الشمال هو يعني الأغنى، ولكن لا كان الجنوب كمان كذلك، وقد يكون هو من عليا، هو يده انه لازم يكون من عليا القوم من كميه الثراء في ذلك. بس بيقول حاجه كمان، ان المصري القديم كان بيقدر الاطفال وكان بدليل ان هو انفق كل هذه الثروه علشان الولد ده يفضل معاهم في العالم الاخر. فكنت بقول قبل الهوى ان احنا بنمثل مشهد الفقد اللي حصل من 2300 عام للاسره اللي فقدت ابنها الفتى اللي عنده 14 عام، وازاي ان هم رايحين لورشه التحنيط، وازاي ان هم بيدفعوا ما لديهم من اموال لكي يعود معهم طفلهم في العالم الآخر. ده لسه بنستكمل الدراسة لمعرفة أكثر عن هذا الطفل، وقد يكون معه أقارب من نفس الجبانة موجودة، وقد يكون في كتابات على الموجود عليها والأكفان، فديت اللي احنا ديت بصدد دراستها للجزء الثاني لمعرفة أكثر على من هو الصبي الذهبي. طيب دكتور، زي ما حضرتك قلتي بيتم فحص البدروم للمتحف المصري الكبير، لقيتوا حاجات كتير جدا، يمكن حتى الموميا من حضرتك قلتي من 1916. ايه اللي بعد هذه الموميا؟ يعني ايه اللي جاي؟ ايه اكثر الاكتشافات اللي لقيتوها
في مخزنة يعني أكثرها يعني تشويقاً أو أكثرها غرابة؟ هو بدروم المتحف المصري في التحرير هو اللي يعني بيحوي مئات ألف، ويعتقد أنها كمان 200,000 قطعة. فده يعني جزء من المشروع. عملنا فعلا حاجات تانية في البدروم بنفس المشروع، مثلا لقيت جرة، والجرة ديت مغلقة بس طلع منها خصلة شعر من الفوهة بتاعتها. فده طبعا كان زمان يتم كسر الجرة دي ويتشاف فيها، ايه ده عادي جدا اللي بيحصل. بس طبعا احنا ما بنعملش كده، احنا بالأشعة المقطعية ابتديت افحص ما بداخله، وفوجئت ان اللي بداخله طفل عنده 5 شهور ومحنط بتحنيط جيد جدا، إزالة المخ من الأنف، وضع الراتنجات، إزالة الأحشاء، وضع يعني، ولكن يعني دفنة تعتبر فقيرة نوعا ما، لأنها مثلا ما كانش عنده تمائم، ما كانش عنده، فده يدي لك برضو فرصة تانية. لكن نعرف أن المصري القديم كان برضو بيهتم بأطفاله حتى على كافة المستويات. صحيح. المستوى العالي جدا جدا زي ما شفناه في الطفل المومياء الصبي الذهبي، وعلى طفل أهله حطوه في جرة قد تكون جرة من 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 زلع البيت، بس يكون هو يحفظ لهم في العالم الآخر، لم يكن يقدروا يجيبوا له مثلا توابيت أو يحطوا له ذهب، ولكن الطفل 5 شهور ده كان يمثل شيء عظيم بالنسبة لأسرته. طيب احنا بالنسبة للصبي الذهبي احنا عرفنا منين انه عنده 14 سنة؟ من خلال الأشعة المقطعية بقدر أشوف التحام العظام مع بعضها، يعني ربنا لما خلق عظامنا خلقها مفككة بحيث أنها يتيح فرصة أن العظمة تنمو، وعند سن معينة كل العظام بتلتحم مع بعض في سن معين، مثلا عند الركبة بيبقى عند 18 سنة، عند الكوع عند 14 سنة وهكذا. فمن خلال أشوف مين العظمة اللي لحمت ومين اللي ما لحمتش، فلقيت أن هو العظام اللي لحمت بتدل على أن هو سنه من 14 سنة وأقل من 16 سنة، فهو من 14 ل 15 عام من خلال الأشعة المقطعية والعظام والأسنان اللي موجودة، دروس العقل لسه عنده ما طلعتش لسه، فكل ده بيدلنا على سنه. وكان في حاله جيده جدا من ناحيه صحته، جيده جدا، عظامه جيده جدا، ما كانش مثلا تعرض لمجاعه او سوء تغذيه او ما الى ذلك، سنانه يعني سليمه. فكل ده قد يقول لنا ان هو ممكن يكون تعرض لنوع من انواع مثلا الوباء او الفيروسات او حاجه زي كده اللي كانت في الوقت ده، لكن لن تترك اثره على هذا الصبي. طيب دكتور، هل التحنيط او طريقه التحنيط اختلفت من عصر لاخر؟ هي فعلا طريقة التحنيط اختلفت من عصر لآخر، يعني من مثلا من بدايات التحنيط من قبل الأسرات لما كانوا بيضعوا الجسد في حالة القرفصاء في الرمال وبدون إزالة أي أحشاء، ويتركوا لأشعة الشمس الحارقة والرمال الساخنة في الصحراء عملية تجفيف الجسد. هو الهدف تجفيف الجسد علشان ما يجيش البكتيريا فيه، فكان بيتم يعني وضعه كمان ممكن مع متعلقات ودفنة صغيرة. ولكن بعد ذلك تقدموا في عمليات التحنيط من وقت إلى غاية لما بلغ ذروتها فعلا في المملكة الحديثة، وقت بقى توت عنخ آمون ورمسيس الثاني ورمسيس الثالث. هي كانت قمة الثراء الحضارة المصرية وقمة كمان التحنيط اللي احنا شفنا إزالة المخ عن طريق فتحة من الأنف، لأن الأنف بيؤدي إلى الجزء من الجمجمة، قاع الجمجمة الضعيف جدا، فهو عارف ان هو لما يدخل من الانف هيكسر حاجه ضعيفه فهيزيل المخ ويتم وضع الراتنجات. الاحشاء لازم انها لازم تزال، ان اي احشاء تترك هتؤدي الى تعفن، وضع الراتنجات، وضع الحشوات. وبعدين كان مؤمن بالطاقه وبعلم الطاقه، فكان بيصنع التمائم علشان تعطي الحياه والطاقة للجسد في العالم الآخر، ولفه بطريقة مختلفة. ولكن بعد كده
تغير الشكل في مثلا العصر الجريكو رومان او الروماني البطلمي، تغير الشكل، تغيرت التمائم، في تمائم يعني ظهرت لم تكن موجوده من قبل، زي ما شفنا في الطفل اللي عندنا الصاحب الذهبي، ظهرت تميمه الاصبعين. دي تميمه لم تظهر الا متاخره مثلا من الاسره 26 فما بعد ذلك، ظهرت له، ودي تميمه للتسكين او لاعطاء الطاقة للفتحة اللي فتحوها أسفل البطن إزالة الأحشاء، فكانوا بيحطوها عليها. في الطفل عندنا لأنها بجانب العضو الذكري برضو قرب الفتحة، فتغيرت التحنيط. لحتى بعد كده بقى لما مصر تم يعني احتلالها وتم أخذ ثرواتها وأخذ يعني الخبراء منها، انحدر شويه التحنيط ولقينا دفنات فقيره بمواد بكل تاكيد يا دكتوره الموضوع بيختلف اذا كانت اسره حاكمه او اشخاص عاديين. كل شكر ليكي طبعا، شرفتينا ونورتينا على كل هذه التفاصيل دكتوره سحر سليم، استاذ الاشعه بكليه الطب جامعه القاهره. الف شكر ليكي يا فندم. الله، شكرا لك.